هذا السائل يقول: هل يجوز تبني الأطفال في الإسلام؟ الإسلام جعل الأجر والمثوبة للكفالة وليس ومنع التبني. التبني المقصود فيه أن الإنسان يأخذ طفلا أو طفلة ويضمها إلى عياله ويعتبرها أحد أولاده، هذا التبني، بمعنى يعتبرها أحد أولاده، يغير، يجعل اسمها، ينسبها إليه أو ينسب هذا الطفل إليه، فهنا يكون قد نسب هذا الطفل إليه، لا يجوز، فيحرم التبني. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أما الإسلام أنك تقوم بالكفالة، الكفالة هي الكفالة الشرعية وليست يعني ما يعبر عنه بعض أو بعض الجهات بأنها كفالة. الكفالة في الإسلام تأخذ الطفل وتقوم بضمه إلى عيالك وتقوم بتربيته مع بقاء اسمه كما هو ولا تنسبه لك، ولكن تقوم بكفالته وليس إرسال نقود، ما يسميه الآن بعض الجهات الخيرية إرسال نقود صدقة على الأيتام يسمونها كفالة، ليست هي الكفالة الواردة في الحديث: أنا وكافل اليتيم كاتين، هي أن تضمه إلى عياله، قال النووي: وهي أن يضم أن يضمه إلى عياله، لأن هذا فيه مسؤولية أكبر وجهد أكبر، فلذلك لا تبني في الإسلام، وإنما الكفالة بأن تضمه إلى عيالك هذا الأكمل والأفضل. أما الصدقة على اليتيم فهذه بابها، باب الصدقة، ولها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى.